الواحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلاية تيفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني. يلا تفضل. صحينا. تفضل شيف يوسف. يلا. احلى مسحراتي. احلى مسحراتي. أنا اليوم كبسة على مطبخ الشيف يوسف، بدي أشوف شو عني حضر اليوم وبدي أشوف شو جايب مشان يعمل الطبق. أوه وشو هاللحمة المهمة، كزبرة. أوه دي صفرة، بدي شو بده يعمل ما بعرف. قولي بصل وثوم تحصيل حاصل وحامض، بس هي الطبخة مدري شو هي. أنا هلأ رح أروح وبدي أرجع أكبسه بس يخلصها تشوف كيف عملها وشو هالطبخة اللي عن يعملها. أنا هلأ رح أروح وأترك له هون فشكلين، خلي يجي يقول مين إجا لعندي لهون. يلا لما نبدأ الحلقة. بس إيش شو سويت بالأغراض؟ مش أنا أكيد. مدام لزقة نزلت؟ مرت من هنا. شو عملت؟ كأنه مطبخة. أنا بنعمل تحدي يعني. مستحيل. طبعا هنبدأ حلقة جديدة اليوم. التحدي أكلة تونسية، لحم بالزعفران. أكلة تونسية؟ أكلة تونسية. نقطع البصلة. أنت رايح على تونس قبل كده ولا لا؟ أنا إيه رايح على تونس. أكلت الأكلة هذه ولا لا؟ لا. أول مرة؟ أول مرة. زي كمان. أنا أول مرة أطبخها كمان. شفت التحدي قلنا خلينا نجربها. أنا رحت على قرطاج، رحنا على الحمامات. تونس كتير حلوة. حلوة كتير. برشا 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 برشا. طبعا يا زي ما قلت لكم الطبخه هي لحم بالزعفران. انت بس تروح شيف وتسافر وتجيب طبخه من برا، بتجرب تطورها ما بتتركها مثل ما هي؟ انا دائما اي طبخه بطورها، حتى اذا اليوم عملت هذه الطبخه ممكن بكره اغيرها. بنجرب اشياء جديده. انه مو احنا نقعد على الطبخ. لو بتبقى الطبخه طبخه بدل برشا برشا. ايه برشا برشا. يعني ما تطور فيها، اتركها مثل ما هي. ايه فيك برضو بس نضيف عليها اشياء كمان، يعني مو غلط صح ولا لا؟ وهيدي اكلة تونسية. هاي اكلة تونسية. كم بلد بسافر بالعالم؟ بلنا نعدهم. انا اقول لك انت عد. يلا الفلبين. واحد. المغرب. اثنين. ساوث افريكا. جنوب افريقيا. ثلاثة. استراليا. اربعة. امريكا. خمسة. فين كمان رحت؟ تذكرني. إيرلندا. لبنان. ستة. سبعة. مصر. تسعة. فين كمان رحت؟ وتعلم الطبخ منهم كلهم؟ كلهم إلا الفلبين. ليه؟ لأني كنت صغير. وبعدك صغير شير. ها؟ بعدك صغير؟ لا كنت صغير. أكثر بلد عربي تعلمت فيه الطبخ، تعلمت منه وصفات الطبخ. أكثر شيء صراحة السعودية، لأني كنت عايش برا فما طبخت أكلات سعودية كثيرة غير مع ستي وأنا صغير. فدحين لما رجعت على السعودية بدأت أتعلم كل الطبخات السعودية وبدأت برضو أغير فيها شوية كمان، بعملها بطريقتي. شو الأصل المشترك بين الطبخ السعودي واللبناني؟ البهارات. ممكن في البلاد العربية أكثر شيء البهارات اللي بنستخدمها يعني. هحط عليها الزعفران. تيت احلى بلد رحتها؟ لبنان. مو بلدك. انا كمان مسافر. ايه شو احلى بلد رحتها؟ استراليا. استراليا حلوه صح؟ قديش قعدت؟ قعدت لي شي 3 جماع. حلو.
رحت تايلاند رحت شهر ومن الشهر اسبوعين وعني رحت اجازه اسبوعين اخذت كورس طبخ بيت ست واحده كبيره تعمل كورسات طبخ رحت عندها وتعلمت هاي اجازتي ما نرتاح احنا بس لما الواحد يحب الشغله ما عادي بالعكس انبسطت يعني كانت ست حلوه طيبه يعني عارفه انه كبيره في السن وتعلمنا يعني الاكلات التايلانديه على طريقتها على اصولها فحلو انبسطنا بدي اعلمك واحد يوم منها لازم انت شو تعرف تطبخ؟ بعرف اقلي بيض بس؟ مجربها في التيفال ولا لا؟ لا هلا مين بعد ما شفتك عم تطبخ بالتيفال على طول تيفال حنحط البصل طبعا هذا البصل قطع اول شيء حطينا شرايح بصل هذا البصل اللي الزينه بيعملوه حنحطه في الصحن احط عليه شويه بقدونس اضيف شويه ملح فلفل اسود وانا اظن عاده ان هذه الوصفه لما ياكلوها بس ممكن مع كسكس او ياكلوها مع رز على حسب انت تحبه انا اليوم حاكلها بس كده صحتك صحتك برضو الليمون للزينه حاصر شويه في ححط عندي هنا زبده ححط ما نكتر من الزبده ملعقه صغيره شيف بس سافر على اي بلد شو بتشتري اول شغله يعني كادو شو بتشتري كادو؟ أول ما بسافر إيه؟ كتاب طبخ من البلد كتاب طبخ؟ كتاب الطبخ حق البلد اللي موجودة أو سيم كارد تليفون عشان أقدر أحكي مع مرتي يعني شفت كيف؟ أنا بس أوصل على أي بلد بضيع تليفوني تما أحكي مع مرتي مسكينة مرتك أنت ما صار لك زمان مجوز؟ 8 سنين ايه بكير بعد بكير ها لسه في حتطفشني يعني قد ايه بدها وقت على النار؟ ما بقى اللحمة زي ما انت شفت مقطعة وصال صغيرة ما تاخذ وقت تقريبا زي ما شفنا دحين لينا 7 دقائق حنحطها في الصحن وهنا الزينة زي ما قلت لكم حطينا بصل وبقدونس بياكلوها ني هم يحطوها فوق الاكله واهم شيء اس ملصات نجيب الصحن استوت اسرع من كده؟ ما في زي ما عودتك دائما انه انا انظف الصحن بحس لو ما في مقلية تفال ما بيخلصوا بسرعه لا لانه كونوا لصقت وانحرقت وحطيت لتر زيت نجيب البصل ايش رايك؟ كثير هالقد لحم بالزعفران طريقه تونسيه سريعه اول مره اعملها زي ما شفت سريعه بسيطه انت ممكن تعملها غير سلق البيض ممكن تعملها تابعونا في تحدي جديد في حلقه جديده من الرجل ومقلاة تيفال الكرام ودي كانت وصفتنا اليوم
يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاية تيفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا اهالي المدينة الكرام